السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا، أرحب فيكم هاي الحلقة. لحظة، أنا أبغى الماي هذا كله، أنا أبغى أشيل كل الماي اللي في اللعبة اليوم، ما في ماي بخليه بحاله ولا مثرل. والله نحن الحين في رحلة استكشاف عن منو، عن الوحوش، البوسات وينها، وبتشوف وين البوسات كلهم، وين يختفون وين يتخبون، نبغى نحصلهم، فلازم نلاقي وينهم. الوضع بالطريقة هاي ما يقدر، فعشان نلاقي وينهم we have to show craft the world. من الآخر يعني، أنا أقول لكم إياها، we have to craft the world gather water. بشل كل المويه اللي هني، فلازم شكل أسوي آخر شيء هايل، ما في حل. اوكي، 13 من هاي، من هاي، 1 2 3 ضرب 12، 36، ابو 36 سيلفر. فشو بسوي؟ لازم امسح هالمنطقة، مسوي رمو مار، مسوي رموف. شو اوكي، مو مشكلة، برايا ما برموف، بس ابي احتاج سيلفر، محتاج سيلفر بشكل مكثف، لان الحين الحفر استوى صعب. بسوي لهم بيكاكس، بس شير ماها، من شير ما يسوى اني اسوي لهم هاتشت صراحة، عليه بصراحة نت ورثت، ابدا نت ورثت. اذا بسوي شيء بيكون هو شو، مثل البيكاكس، لان المثل البيكاكس نحن وايد حفر بنسوي، مع انه السورد افضل، سورد وايد افضل، بس كل ما ننزل اشوف صعوبة تزداد، صعوبة تزداد، صعوبة تزداد. فشو قلت؟ ما عندي مانا، صبر. شو قلنا لكم؟ بسوي مانا بوشن، صح؟ والله نسيت كيف يستعملونه. لحظة، خلنا احطه تحت. ما ادري به، عقب بتفهمه. خلهم يجون هني، خلهم يفجرون البقعة، كل سيلفر باخمه الحين. صور، ها بعد سيلفر ظني، بلو كريستال هذا، ما داني مشكلة النار انا هاي، مو مشكلة، حط بزيادة ولا ينقص. ها ها ها، حطي دري بعد، ها، احتياطا يبون ينزلون مكان يسوون شي الاذكياء. وش هذا بعد؟ ها، في حال طاحوا بعد عاد يطيحون ولا شيء. تعال شلو هذا، يا الله ساعة، براي براي براي، ما بغيتكم ساعة تسوونه، والله ما بغيتكم ساعة تسوونه، تسوي لي في ساعة ليش؟ سلامات. 33 بعدها ما عندي الكفاية من السيلفر، السيلفر قام يستوي، مشكلة بالنسبة لي، قام يستوي مشكلة. ولا أقول طف، خلنا نشوف المثرل. وزين وين الزعيم؟ الزعيم وينه؟ زعيم القوم خبروني، خبروني وين زعيم القوم. بسوي 6 7 بس، اقول مو بسوي 6 7، بسوي 1 2 3 4 5 بس، 5 بعطيهم حق الماينرز. كم ماينر انا عندي اصلا؟ ما اظن عندي وايد ماينرز. زين ليش ما اسوي؟ لا بعد ما في جولد، ما عندنا معدات. مثل السور طلع لنا،
بنعطي وورير ثاني بنسوي تو سوردز وبنسوي هيفي بو مثل الاجنت ويبالنا خشب وتشوف هذا ظني حبة لا يباله دارك كريستال مثل الاجنت مثل الاجنت نقدر نسوي ترى عندنا مثل على فكرة ما عندنا مثل غيرت رأيي هو نظريا عندنا هني بس هذا اذا هاي الطيبين يشلونه كان في له اظن كنا نستعمله من داخل كنت استعمله انا رايت كليك هني ما انا حق وش ريبليس مثل الاول وتعال حطوا لي الليتات هني بس حطوا لي الليتات هني اساسا نكمل المسير في البحث الحين جالس نحفر العالم كله على منو على بوسين باقي ماشي وابوك تعال تعال ما عندي مانع اسوي لك كاست انا دور ادواره هذا تنين شوفوا شوفوا التنين شوفوا التنين حصلنا اول تنين يو تعالوا ذبحوه 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 ثانك يو واو بوك هذا اذا طاح ودع اذا طاح ودع صبر لا لا صبر 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 ابني هني اوكي الحين شلو هاي اذا طاح هني ودع مع السلامة قال بس متعب بيكون انهم يحفرون هالدربات ها مش هين هني لازم نكتشف عاده ما في مجال اقول هي ولا لا لازم استكشف اوكي اوكي رقم واحد قلت الخطة تقريبا نفس ما ابا بس شوف الموضوع هاي انا ما ابغى اشوفهم الحين صراحة هاي يعورون البطن ما عندي اسويهم بس شو نبغى نسوي كرافت الحين نبغى ميس دارك كريستال ما عندي زين نسوي لهم اكوت ماينر نعطيه مثرل هذا شو عنده سيلفر بيك اكس وورير كلايمبر مايلر ميج كاربنر وورير وورير ماينر انه ماينر ثاني وورير ماينر 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 ما عندنا ماينر ثاني فبعطي الووريرز 150 مايننج 150 يعني تكلم عن لحظة منو عنده سلاح قديم هذا نعطيه مثرل وعندنا مش ارشر ايوه نعطيه هيفي بو وايد اكثر هذا وايد اكثر اكيرسي في دمج وايد عنده وايد دمج عنده فنون فنون دمج ماله خلنا نشوف الماينرز كيف يتصرفون في هذا الموضوع شوفوا 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 شوف المثل شو يسوي في الارض شوفوا 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 الفرق شوفوا يا رباه الفرق مش طبيعي خرافي 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 وصلنا اخر البحث تقريبا خلاص وصلنا اخر البحث في ناس الحين بتلبس عندنا فول starving hungry why hungry you no food big boy لا والله ما عندنا اكل خلنا حطي لهم اكل بعضا
من عصير التوت، ونحطي لهم شاي حق الصبح. زين ادري ادري ما في اكل، لا تحتشر لا تحتشر، لا تسوي حشره. حطي لكم بيض عيون، بيض عيون اسف اسف، اوكي فهمنا، بس كم بيض عيون. بنحطي لكم لحم، شوفوا ما صدقوا حصلوا اكل، معيشنهم في مجاعه. انا والله اني معيشنهم في مجاعه، مساكين كسروا خاطري. اوب يحبون بيض عيون. اه فول، شو شرب الشاي كله؟ شو لا ويشرب الشاي كله. انزين بعد ذلك نبغى فطاير، بحط لهم شوي فطاير هني في المكتبة. فطاير اوكي، والله وايد اوكي، مكتبة فطاير رقم واحد. اندر اتاك، وين اندر اتاك؟ هذا خليه يولي بيدقه، مو مشكلة. انزين تعالوا، انت ليش عندكم كت؟ نذبح لنا نفرين هني، نقتلهم قتلة. انزين بعدنا ترى ما حصلنا اللي نبغاه، ترى بعدنا ما حصلنا. بس الحين اللي عند ووبك، وش كبره هذا؟ طلع وش كبره هذا؟ مجرم مجرم. شوفوا شوفوا هاي الفنانات، حبسوهم رش شغالين فيهم، والله يقاوم وهو في الحبس. ها والله فنانين، تسلا تور رقم واحد، تسلا تور. سيروا فيهم، سيروا سيروا سيروا، شوف 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 ريس كامل عليهم. يا المثل اللي يسوي، والجولد مثل بعدنا في الدرب، نحن المثل ترى. واحد بسوي زيادة بس، لأنه أصلا ما عندي دارك كريستال. والله محبسين حق البوها بربي، تعال عن ولد ودي، عن ولد ودي لا ترحمه. قريب الليفل والله 13، نايس. ما والله مش مهتم وايد اني اسوي لهم صراحة، ايش اسمه. اوكي ويرس شو قال؟ كت كت كت، خلصوا ايش اسمه كامل عصير التوت، خربيتها ما كثر عطشانين، يحبون عصير التوت. هذا عصير التوت، وانتو شوي ترجموها عندكم، امور تمشي والدنيا بخير. زين وين نفق مالنا اللي قاعدين نشتغل عليه؟ خلنا نبني هاي ونحطينا، والله قاعد يحصل مثرل وانا ما قاعد اشيل المثرل كله اصلا، ما بطرت على المثرل، ما حد يبطر على المثرل الصراحة. قد ما في مثرل الواحد يبي، بس بحط سكافولدنج وبشله بصراحة، سكافولدنج بيكون وايد مفيد. إذا أحطيه آه أوكي، لازم أسوي له كليك على الستوك فايل. أوكي 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 أوكي، أوكي. شفتوا الحين كيف نستعمل مونوبوشن؟ ريبليس ريبليس، نشيل السكافولدنج مالنا، نحط سكافولدنج ثاني هني، ريبليس هذا، حطينا هني طابوقة، شيل هاي اللي ورا، طلع انت بحط طابوقة مكانك، اطلع
ها مسخرة عادي خلاص، ممكن تطلع فكنا هاي قاعد تحتشر الحين. والله مش قادر احصل الوحوش، بس حصلنا اول تنين which is very good ترى على فكرة. اظن حصلنا بيض التنين، ما حصلنا دار كريستال. ايوه انزين حصلنا دار كريستال، very nice. الحين بنسوي شو؟ اوكي بس هاي الشيء المهم الصراحة انا اشوفه في غاية الأهمية، مش بس مهم، اللي بعد المهم. خلي يحطون هني، ونحطي لنا دري هني، ونحطي بورتل من هني على أساس انهم يجون هني ونذبح هذا. عرفت وين اللعبة؟ ها بلو كريستال هذا شغلانة والله، والله انها شغلانة. استكشفنا الدنيا وبعدنا عنا نواقص، نواقص طيبة عنا، يعني مش نواقص بكمية حلوة عندنا. فالحل وياهم في تنين ثاني، في تنين ثاني very nice. حصلنا تنين ثاني بس وضع شو اسمه سوري على الكلمة، لكن شوية مزري ترى، شوية مزري. ما حد عنده سيف قديم؟ ايوه هذا شوي مزري الوضع، يعني انا ادور وايد ترى على الشغلة هاي. تعال عنده شيء، هي عندك كل شيء فل، بس انا قاعد ادور. شغلانة هاي طلعت لي، يعني شوي شغلانة، بس ابغى اشوف شو حلها لان الوضع ما يصير بالطريقة هذه، لازم نحصل طريقة ثانية توفر لنا اتجاه. ايوه تذكرت لازم افتح كومباس سكيل، لازم افتح كومباس سكيل على اساس الكومباس ولا وتبر الخريطة. اساس ان الخريطة الكومباس يخبرني وين اروح في الحفر. انا كيف ناسي معلومة مهمة بهالطريقة هاي؟ خبروني بس كيف ناسي معلومة نفس هذه، انا خاطري اعرف. مش ممكن ابدا تنسى معلومة نفس هاي، صعب صعب صعب. يعني انا انسى المعلومة هذا شيء كبير ترى، ترى هذا جزء كبير جدا جدا كبير. خلينا نسوي عصير توت. زين عصير توت ها، ونسوي لنا برك، ونسوي لنا الطباخة العودة. طباخ هاي الماني، صنع الماني هاي، هاي رقم واحد، هاي رقم واحد، احسن طباخة في العالم. زين الحلو في الموضوع ان نحن وين هذا هني، هذا محبوس ليش؟ منو هدك هني اصلا ترى على فكرة؟ ما حد قال لك روح هناك، انت ليش تتري عربة؟ عندنا مليون عربة. حصلت عربة؟ تعال ارجع لها، ارجع لها، دقة دقة دقة، ارجع لها. ليكم بنيت انا هني تحت، ها ماينرز بوك، بس ما اقدر اعلمه نيو تريت، لازم يجيني واحد فرش. يوم بيجي الفرش سيدا بعطيه شو ماينر بوك، هذا بيكون اول شي بسويه تقريبا. يبون عصير توت، باربيكن، باربيكن هذا باربيكن مالهم، بكثر كثر من زين. يبون اومليت، اظني حبوا الاومليت هم ترى على فكرة، اشوف ما يشتكون من الاومليت. اللحم
سوي لهم ميت سوب، ميسو سوب. شو اسمه؟ ستو، يخنة. تعرفون اليخنة؟ ان انا سنطبخ اليخنة. نعم انها اليخنة، بس خلاص هالطبخ هذا كفيل انه شو. وين صار؟ ترى يذبحون اقسم بالله يشتغلون يسوون اللي اباه وما يحطون السامان وين داخل هذا. شوفوا ايش كثر سامان هنا، شوفوا ايش توى يا بالفرن. خلى الطبخ عند الدي اي كل، خلى ننقص عددهم، خلى ننقص عددهم. لا ذبحت عمرك. وين مثل الاقنت؟ بلو كريستال، بيربر كريستال. في شي غلط؟ اظني هذا غلط. جرين كريستال يبون. اوكي جرين كريستال بعد زين. شلوا السمان هذا لان اللي عندي يتعلموا الكسل، قاموا ما يشلون شيء الحين. خلاص تعبت انا وياهم والله، تعلموا الكسل وهاي مصيبة المصايب. الكسل معضلة المعضلات والله، الكسل مصيبة، اعوذ بالله من الكسل وشروره. انا بعد اشتي مكان شرب، قاعد يشربون. عيبنهم الاستو حلو، نحصل شيء عيبنهم هذا. تشكون ثاني وفرن فخم، شو قلت لكم؟ شوفوا شوفوا فرن فخم، فخم رقم واحد، الفرن رقم واحد. تكتري فتح لنا الحين شو هو ماجيك كولكت. هذا يخليني اجمع، اراويكم الاسبلات. بس هذا تخليه يتمطر، اذا مطرت شو اسمه يعني تعرفون ماي. هذا يطلع غابات، هذا ماجيك كولكت. هذا شيء يمكن تبونه انتم اللي هو يجمع مثلا تحطونه على منطقه معينه يجمع كل اللي فيه. شوفوا شل السامان كله وريحنا من الصدع. بس اذا عندك سامان وايد متجمع اوكي، ما عدا ذلك حرام، ويست مانا. ما صح نحن نقدر نسوي مانا بوشن، لكن ترى مكلف شوي. ماجيك شوتينج رينج، هذا شيء يسوي. This shooting range allows users to study all subtleties of combat spells. والله نايس نايس، يعلم الميجز مالنا شغلات جديدة. في شغلات انا ما سويتها حق الوريورز بعد، يعلمهم سكلات جديدة المفروض اسويها حقهم. بس لازم اطرشهم يتمرنون، وانا ما اعطيهم راحة اصلا على اساس اني اطرشهم شو يتمرنون، ما مسوي لهم سالفة. باك اوف الكسرز، شوفوا هذا باك اوف الكسرز شو يسوي. انكريز افشنسي اوف ميج سكيلز، والله حلو هذا. اسوي عنا شنطتين، بسوي مثلا شنطتين بيكون فيري نايس، او ثلاث حتى مو مشكلة. ماجيك كولكت، خلنا بنجمع شوي سامان اساسا نزيد شو هذا موجود، اساسا نزيد الافشنسي مالنا يعني، ولا السكيل بوينتس. ها بحطه هنا، هذا بحطه هنا. وين عندي سامان معقوق؟ عندي صرا سامان معقوق انا ما ظني، الا اذا اخذ لي شيء من هنا بعد ما منه فايده. كم بقي لي الاكسر اوف فاير؟ شو يسوي صديقنا هذا؟ ميك سبلاي في الاكسر اوف يور دوارف ميج سو ذي كان لانش فاير بولز. هذا والله حلو الصراحه، شيء جميل هذا، شيء وايد حلو، يخليني اسوي شو اسمه يخليني اسوي ميجز مالي يسوون فاير بول، which is really nice really nice. طبعا انا وايد حطيت من هاي الامس ومسوين شغل والله تبون صدق. بس زين يعني اهم شيء الاكل شوي غطيناه، كانوا بيموتون من الجوع يا جماعه، ما اعطيهم اكل انا. تعرفون شو ما اعطيهم اكل؟ والله اكل ما اعطيهم مساكين.
كسر خاطري والله، حسيت عمري شي متوحش يعني، ولا شو يسمون الكلمة، مش متوحش هاي، ما عندي إحساس يعني. المهم فهمتوا قصدي، أنتوا أدري بكم فهمتوا قصدي. إحنا عدم الإحساس، أجل عدمة الإحساس، وحصلنا صديق جديد، صديقة جديدة، مش صديقة صديقة يعني في اللعبة يعني، جت نفر جديد يعني. شو شغلتها كلايمبر؟ لحظة خلنا نسوي لنا ميج ستاف ثانية حقها، ونزين ونعطيها هي كلايمبر، بس بعطيها ميج، محتاجين ميج نحن. اوكي وبلتريشن ما نبغى نعطيها، بنعطيها فوق الارتشري ماينر سبل، وبنسوي لها ون مور شو تول تو يوز، بنلبسها بنية، خلينا ندلعها شوي بس. لا حرام والله، هذا في شو اسمه، في ميج، ميج بس مش حتى سيلفر، وسوي لها ستيل، ستيل تشست، ستيل فيت، ستيل هيد، وين صار ستيل هيد؟ هذا هو عندنا ستيل هيد، كوب ستيل هيد. اوكي وعلمناها ماينر، فبنعطيها هذا الجديد، ما بعطيها حتى السورد، وبنعطيها الايرون اكس، حتى ما بسوي اكس اقوى، ما بسوي اكس اقوى، ما يباله. ترى شوي طولت الحلقة يا جماعة الخير، ولا يتهيألي؟ قولوا لي شو معدل الحلقات اللي انتم تدورونه، شو هو افضل معدل؟ انا احاول اسوي الافضل محتوى، يعني ان المحتوى يكون موجود، لما انتم تيون تحصلون الشيء فيه محتوى، اذا فهمت قصدي يعني. تعال انزين، ثانك يو، كوب، ستيل تشست، ستيل فيت، حنعطيها سامان زياده اللي هو سوينا، دلعناها لانها ماينر ترى. ما ادري تقولون بنات عنصري، انت تعطي البنات اكثر، ها ما يخص في البنات يا جماعه الخير. هي بعد شو ماينر، ماينر ماينر، هذا حق الميج. لحظه وين الميج؟ هي زين، هي ميج، في عندي ميج ثاني بعد هذا الشيبه، انا مطوع ميج، في عندي ميج غير هذا، ميج ما عنده ستف في العالم الناس، خلنا نسوي الاستف. والله زين يعطي السلاح اولويه ترى، ملاحظ انه يخلي السلاح يخلص بسرعه، واللي هو ممتاز يعني، شيء وايد ممتاز. انا محتاج اولويه على السلاح، ان السلاح هو اللي ينعشني، وفي النهايه يعطيني نتائج طيبه للسلاح. وين صار الميج مالنا؟ انا ما اعطيت استفها توا، ميج عندنا 3 ميجز، ما ظني ابو ميج غير، خلاص كميجات انا منتهي اظني، خلاص اي ميج زياده ما راح يخدمني بشكل صحيح. في ليزر عندي اختفى، ما ادري وين راح. نيو تكنولوجي يمس فنش بلا 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 ايتمز، والله صراحه ما بخسر عليهم، مثل مثل اللي عندي ادوات مهمه لها. وصلنا العالم تحتي ترى، الحين بس بنحفر يمين شكله، خلنا نحفر يمين نشوف يمين وين بيودينا. في عندنا ماينرز، والماينرز عندهم مثل البيكاكس، انت جايني ليش؟ والله يا مال قهر، المهم يا جماعة الخير خلصنا هاي الحلقة، واجهنا أول تنين، فبنهي الحلقة هني، وإن شاء الله تشوفكم في حلقة ثانية على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.